منوره البيت والله يا حكمه. تعيشي يا فتحي، البيت منور بناسه. تعيشي يا بنت الاصول. والله وبجينا سلايف يا بنت الطراشنا. شفتي الزمن يلف 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 ونلجانا في وش بعض من تاني. الا قولي لي يا حكمه، انت كنت فين المده دي كلها؟ ده انت ولا كنت بتحضري افراح ولا معازي اهل البلد. اي والله ده احنا افتكرناكي سافرتي. كنت في المدارس وما كانش عندي وقت لحاجه تاني. يا حظك يا حكمه، يعني اتعلمتي؟ حصر علينا. خدت الثانويه العامه وكان نفسي ادخل الكليه وابقى محاميه. وبجدي؟ من ساعه موت ابويا الله يرحمه وكل حاجه وقفت مطرحها. واعمل لك ايه العالم عار؟ غيرش بس خلاكي تتجوزي كبيره في السن. العالم كبر لي راسي يا نجيبه وخلاني اشوف الدنيا بشكل تاني. بلا تاني بلا تالت. هي المره تبقى مره غير لما تتجوز وتجيب لجوزها عيال يكونوا لها عزوه وسند. جرى ايه يا نجيبه؟ ما بكفاياكي عاد. جرى ايه يا فتحي؟ انت كيف تكلميني كده؟ انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ عن ام الواد. يعني الكل في الكل هنه. كلنا هنه زي بعضينا، وكونك ام الواد ما يديكيش حق تتمرياسي على الباقيين. جرى ايه يا حكمت؟ انت جايه تخربي علينا ولا ايه؟ حطي لسانك في خشمك واطلعي على اوضتك عاد. انت بتهدديني يا بنت البطاطشه؟ ايوه بهددك، وان ما سمعتيش الكلام هيبقى لي معاكي كلام تاني يا بنت الطرشطه. انا قاعده لك يا نجيبه لما اشوف كلام ايه تاني اللي انت ناويه تسمعيهولي. سمعت الرعد في ودانك يا بعيده؟ انت كده غلطتي، وانا اللي يغلط فيي لازما يتربى. قال ايه هتربيني؟ وريني هتربيني كيف يا حبيبتي؟ كده ها؟ يا بابا! 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 دي هاينة منها هتشوفيها مني لو بقيتي على حالك المعوش دي معايا يا بنت علام. ماشي يا حكمة، لما يجي زي جابر انا هخليه يعرف شغله معاك. ده لو لقيني من اساسه رايحه على فين يا حكمه؟ رايحه البيت ناسي لحد ما يجي جوزي والحظ حاضر الموضوع ده. ينصر دينك يا حكمه. عملت اللي كان نفسي اعمله من زمان. ادي الحريم ولا بلاش. اديني حكيت لك يا سيدي الناس بنت الطرشنا عملت فيها ايه. كي تستجرى وتعمل فيك كده؟ عشان غلبانة وقليلة حيلة استفردت بي، وحريمك بدل ما يدافعوا عني وقفوا يتفرجوا. وقفوا يتفرجوا كلهم؟ ليلتهم كحلة الليلة دي. ما عملتش حساب لكبير ولا لصغير، وبعد ما عملت عملتها السودة دي خدت في وشها وطفش. طفشت؟ راحت لفين؟ غارت لبيت ناسها. كيف تستجرى وتعمل كده؟ ايه فاكرة البيت ده ملوش كبير ولا ايه؟ بنت جليلة رباي وبينها كده هتتعب دياب اخوك. لا 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 لا، ده هي اللي هتتعب قوي، وشكلها كده لازم يتكسر لها ضلع. لا رايح فين يا سيد الناس؟ رايح لها، رايح لها بيت ناسها. لا بلاش بلاش بلاش، استني ده انا الليله هجيب عليها واطيها. بلاش بلاش يا سيد الناس، بلاش بلاش. هيقولوا اني خبصتك عليها. انا ما حدش يعرف يخبص معايا. بلاش يا سيد الناس، يا سيد الناس بلاش. انا وانت والزمن طويل يا حكمت. جريها بنت، انت عامله زي الكرش البراني اللي كل ما نصرفوه يعوض لنا تاني. لا يا عمي ما تقولش كده. اسكت انت. جراها يا سادق، انت مهما كانت بنتي ولا يمكن يسيبوها تتبهدل خالص. دي بتتلكك، عايزه تفشكل الجوازه وتبوظ الترتيب. خلصت كلامك يا عمي؟ ويفيد بيها الكلام وانت راسك ناشفه وحجر صوان. راسي ناشفه صح، لكن في الحج عشان انا مره حره وما احبش حد يدوس لي على طرف، وهعيش حره واموت حره. وبعدين انا رجعت البيت ابوي ومحدش يقدر يمنعني منيه.
بيتك ومطرحك يا بنيتي. كريهة يا نفيسة، ده بدل ما تعجليها. يا عمي ما احنا لازم نقف جنبها ونعززوها قدام اهل جوزها عشان يقدروها ويعملوا لها الف حساب. دي مهما كانت بنت الطراشنة. اسكت عاد، ايش فاهمك انت؟ استاذ عايزه ايه يا زفت؟ استاذ جابر البطاش جه تحت مستني حضرتك. وي انا جاي وراك. حاضر. يا دي المصيبه السوداء، شفت عمايلك يا ست حكمت؟ اتدلع وشوف عاوز ايه. ما انا خابر هو عاوز ايه. جاي يدينا كلمتين في جنابنا بسبب بنتنا اللي ما عرفناش نربيها. انا بتربي احسن ربايه. وهي اللي متربي احسن ربايه تفوت بيت جوزها من غير اذن؟ شكل هم. مالك يا محروس، فيك ايه؟ خايف، خايف عليك يا حكمت. ما تخافش، انا عارفه انا بعمل ايه. عجبك اللي عملته بنت اخوك يا صديق بيه؟ طبعا لا يا سي جابر، بس انت كمان مرتك نجيبه غلطت فيك. هي اللي مدت يدها على مرتي، طحنتها ضرب، وبعدها خدت في وشها طفشت وجات على هنا، ما عملتش اعتبار لاي حد فينا. فيدي عندك حق، بس انت خابر، ده كلام حريم لا يقدم ولا هيأخر. لا يا عمي، دي حديد صح، والحريم اللي انت بتستجل بيهم دول غير ما انت فاهم، ويا ويلك من كيدهم. ايه اللي دخلك في كلام الرجاله؟ الموضوع ده يخصني وانا حاج واحده اتكلم فيه، خصوصا ان اللي هيمشي في الاخر لازم ان يكون بخاطري وعلى مزاجي. شايف جايب بنت اخوك وقله ادبها؟ جابر كونك اخد ياب جوزي ما يدكش الحق تطول علي، خصوصا ان الست مرتك هي سبب المشكله. حكمه تلم المال واعملي لي اعتبار. انت على راسي يا عمي، لكن ما تاخذنيش، كل شيء هيمشي برضاي. وايه عادي اللي يرضيك يا حكمه هانم؟ اقعد هنا معززه مكرمه في بيت ناسي لحد ما دياب يعود من السفر ويشوف لنا حل في الموضوع ده. يعني انت بدك تشعلليها؟ لا، انا بدي ارسى بيناتنا حدود عشان ما حدش يخطيها. ليه كلام ايه وحديد ايه الماسخ ده؟ شوف يا جابر، نجيبه مرتك عايشه ميت بغدده وكبسه على نفس باقي حريمك ومستجوية عليهم، اكمنها جابت لك الواد. وانت ايه اللي خششك بناتها؟ هي اللي خششتني لما حاولت تكتمني زيه، كانت فاكره اني هنيه خواطاتي، لكن لا، انا مره حره ومحدش يتحكم فيا غير برضاي. وان قلت لك هتاجي معايا دلوقت حتى لو عصبانيه. ده ممكن يحصل يا جابر، لكن في حاله واحده بس، لو قتلتني واخدتني جثه. يابا يابا اصحى يابا، انا طاهر. اصحى طاهر. ازيك يا حبيبي؟ وحشني قوي. انت كمان وحشتني قوي يابا. طمني عليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا ابني، كل اللي يجيبه ربنا كويس. ربنا يخليك لينا يابا ويطول لنا في عمرك. يلا حسن الختام يا ابني. ما تقولش كده، ما تزعلنيش منك، ربنا يجعل يومي قبل يومك. بعد الشر عليك يا ابني، ربنا يبارك فيك ويخليك لمراتك ولولادك وتفرح بشبابك. تعيش يابا. قول لي يا ابني، انت جيت امتى؟ لسه واصل، قلت اجي اشقر عليك الاول قبل حق. بص بقى، جبت لك معاي الموزة بنقطة اللي انت بتحبه، وعايزك بقى تخلص لي الكيس ده كله. خليهم يا ابني لمراتك ولولادك. ماني عملت حسابي، جبت لهم معايا بجنيه بطاطا مشوية. ايه كتر خيرك يا ابني، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا ابني. ولا يحرمني منك يابا. ده كفايه انك انت يا ابني مش مخليني محتاج حاجة ابدا. ما تقولش كده، هو انا انسى؟ ده احنا كنا عيال صغيرين لما امي ماتت وانت مرضتش تتجوز عشان ما تجيب لناش مرات اب تقرفنا في عيشتنا، وكان نفسك تعمل لنا كل حاجه، بس انت كنت كحيان اياميها وما كانش حيلتك اللضه، وكنت دايما تقول لي يا طاهر يا ابني العين بصيره والايد قصيره. كان غصب عني يا ابني. انت
تعيط وتقلبها لي مناحي، ماني عارف انه كان غصب عنك، عارف ومقدر كمان، ربنا يخليك لي يا حاج. ما تخافش، ده أنا هقشر لك موزتين عشان تزلطهم على بق واحد. سي جابر عاود ليلة امبارح من غير ما يجيب حكمة معاه. واه ده كأنه الموضوع كبير قوي عاد. وهو الكبير علم بالموضوع؟ والله ماني عارفة، ربنا يسترها. شفت عاد يا سيدي الناس، عشان لما أقول لك البت حكمة دي هتتعب دياب أخوك تبقى تصدقني. اهي مرضتش تعاود معاك. والله ما انا خابر اقول ايه للكبير لما يعاود من مصر، وكل ده بسببك انت يا وش المصايب. ما هي ضربتني برد. ما هو من طولة لسانك وقلة ادبك. اكده بردك يا سيد جابر. يا ولي افهمي افهمي، حكمة دي لا هي فتحية ولا اعتدال ولا حتى عنايات لبت خشت مدارس ومتعلمة، بنت مدارس يعني وشها مكشوف. يعني بتنصرها علي؟ انا بس بفهمك انها ما ناوياش تعدي الموضوع ده على خير. ربنا يستر لما يعاود الكبير من مصر ودياب من غربته. باي عليك ضربة تيجي في معاميعك. اشتقني لك. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. اوكي يلا بينا. يلا. يا هلا بدياب. كرواتيا منورة. كرواتيا منورة بنسها وبنورك يا مستر الألبير. لو مشتاق لنور مستر الألبير ما كنت خبتها لغيبي كلها. صح. طمني اخبار الشغل شو؟ قبل اخبار الكبير والدك شو؟ الكبير بسلم عليك قوي، بقول لك الموسم هيبتدي ولازم نكونوا جاهزين لكل الطلبيات. المبلغ تحول من حسابهم لحسابنا والبضاعه رح تتسلم بالمحل والوقت اللي اتفقنا عليه. فاذا تابع الترتيبات مع دياب. دياب انا عندي موعد مسبق فبعتذر، انما على العشاء رح نكون سوا بنحكي برواق عن والدك وعن كل شيء. Take your time, Mr. Albert. توحشتك قوي. اشتقت لي كثير، عشان هيك غبت كل هالغيبة. ديدي. سي طاهر. يلا نمت يا طارق. والله وابوك كمان نام. طب بتصحيهم؟ ايه لا بس يا راجل، داني ما صدقت انهم ناموا عشان يروق لنا الجو ونبقى براحتنا. يا سلام. الله يسد نفسك يا بعيده. ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ ماله لبسي يا سي طاهر؟ ماله لبسي يا سي طاهر؟ في واحده جوزها يبقى مسافر بقاله اكتر من شهر، ولما يرجع تلبس له الجلابية دي وعليها الإشارب ده ويبقى ريحتها طبيخ منتن. المهم الحشو يا سي طاهر. الحشو؟ طب كلميني على حاجة ما نعرفهاش. خدي خدي يا ولي إزازة الريحة دي بدل اللي انت بعتيه. حاضر يا سابقي. الله روشي نفسك كده، روشي نفسك. أنا عايزك تتصلي بالمطافي وتقول لهم ييجوا كمان ساعتين، ولا أقول لك ثلاث ساعات. لا كف الله الشر. اصل المرتبه دي هتولع النهارده. اصل انا هعمل زلزال في البلد كلها وهوقع البيوت اللي حوالينا.
ساكته كده لو قلت لي الجواز حلو ولا وحش ولا مش عايزه تطمنيني انت؟ بصراحه قلقانه يا حسام وقاعده بفكر. انت بتتكلمي جد يا سلمى؟ قلقانه من ايه؟ يعني خايفه من روتين ما بعد الجواز. روتين ما بعد الجواز؟ يعني ايه روتين ما بعد الجواز؟ كل البنات اللي اتجوزوا بيقولوا ان الجواز شهر العسل وبس، وبعد كده كله ملل وروتين. كله ملل وروتين؟ يا سلام، الكلام ده مش معايا يا ماما. ها انت معاك يا حسام. انا شخصيا شخص متغير، احب التغيير واموت فيه زي عينيا. يا سلام، بتحب التغيير؟ انت بعد شويه تيجي تقولي انا بحب واحده تانية وعايزه اتجوزها. شفت انت سيئه الناس ازاي؟ شفت انت سيئه الناس ازاي؟ انا اقصد التغيير، يعني هتلاقيني بفاجئك. يوم هقول لك يلا سلمى حضري الشنطه هنسافر دلوقتي، يوم هقول لك البيت بقى دمه تقيل يلا نغير البيت، يوم هقول لك يلا نعمل اي حاجه، المهم مش هيجي لك لا زهق ولا ملل ولا روتين ولا الكلام الفاضي ده كله. المهم انت بقى ما تقعيش في الاخطاء اللي بتقع فيها البنات التانية اللي اول ما تتجوز. ها اللي هي ايه بقى؟ ان شاء الله البنت من دول تبقى هتموت على الجواز. اول ما ربنا يكرمها براجل تبتدي تتنمرط بقى، اول ما ربنا يكرمها وتخلف تنسى جوزها ده خالص، اكنه جدي قاعد في البيت كل الوقت لولادها. طب بس ده طبيعي يا حسين؟ يسلم. لا طبعا مش طبيعي، الست العاقله هي اللي تقسم وقتها ما بين جوزها وبين ولادها. الراجل مننا برضه يا سلمى يحب يتدلع يتشخلع يتقال له كلمه حلوه، صح ولا غلط؟ ايوه، بس انتوا برضه لازم تعرفوا ان الولاد بياخدوا من وقتها ومجهودها كتير. انا شخصيا حغير حتى من ولادي. خلاص يبقى بلاش ولاد من اساسه. استغفر الله العظيم، ما تقوليش كده لحسن ربنا يحرمنا من النعمه دي. ده انا هموت مستني اليوم اللي تيجي فيه سلمى صغنونه كده اقعد العب بيها. شفت بقى اديك قلتها، انت هتقعد تلعب مع سلمى الصغيره وهتسيب سلمى الكبيره لوحدها. انا هقعد العب مع سلمى الصغيره واسيب سلمى الكبيره؟ طب ايه رايك بقى ان انا عايز العب مع سلمى الكبيره دلوقتي؟ ايه يا حسين؟ ايه اللي يا حسام في ايه؟ وانا جاي من جامعه الدول العربيه؟ انا عايز العب مع سلمى الكبيره دلوقتي. قومي يلا، قومي يلا، تعالى. ما هزعق يا جماعه، انا هلعب مع سلمى. شو عجبتك ولا لا؟ ما قلت لك انا صفقه لك، يعني لك عجبتيني؟ ده انت ب 100 راجل. ايه انا 100 رجال؟ خرب ذوقك. لا انا ست الستات. بعدين حبيبي بزنس از بزنس، بما انه انت كوريكت معي لهلا بتعطيني حقي بعطيك حقك. حقك محفوظ وزيادة هبابة. هبابة؟ شو يعني هبابة؟ أشرحها كيف دي. هبابة يعني عنديني زيادة حبتين. زيادة حبتين؟ إيه حبيبي. إيه أنا كتير بحب الهبابة. تعرفي لو ما عديش شغل في مصر كنت ما سبتكيش واصل. يا محتال رح أشتاق لك، ما تعمل مثل هالمرة وتغيب عني كتير. بقول لك ايه، ما تيجي حداي لمصر ححطك في عيني التنين. ايه هو العينين اللي عندك لقلي اصلا. ومش راح روح على مصر. ليه؟ علشان تشتقلي اكتر. صح صح الصبح. كيف يا ابوي؟ كيف يا ابوي تهون عليك حكمة تهمل البيت وانا في غربتي بين الحياة والموت؟ ما انا حكيت لك اللي حصل يا ولدي، وقلت لك انها هملت البيت ومحدش فينا كان هني واصل. استهدى بالله يا دياب، استهدى بالله ولد ابوي، واللي اتكسر يتصلح. انت بالذات ما تتحددش معايا دلوك، لحسن العفاريت كلها بتبدا تطفى وشي. عيب يا دياب لما تحدد اخوك الكبير كده. وعاوزني حددته كيف يا ابوي؟ وهو السبب في اللي حصل. انا دياب؟ ايوه انت. لو كانت مرتك نجيبها عامله لك حساب ولا حتى قيمه بين الخلق، ما كانتش اتعركت معاك ما تخليتها تامن البيت. في الخاش مكان. واه. انتوا التنين حتتعركوا مع بعض قدامي ولا ايه؟ بالإذن يا أبوي. على فين يا ولدي؟ رايح أجيب مرتي. استنى هنا، جابر أخوك ومرته نجيبة حياجوا معاك. أنتوا مهما كان خوات والدم عمره ما يبقى مية. عمرك يا أبوي، عمرك كبير. نجيبة اكتبت تعالي. خلصي. جاية. نعم يا سيد جابر. تلبس خلقاتك، هنطلع البيت الطراشنة صالح بيتهم، تحب على راسها كمان. أيوة يا سيد جابر. بس ما بسش يا كده، تلم خلقاتك وتطلع البيت أبوك لحد ما وراكتك توصل لك. هي حصلت؟ حصلت ونص وثلاث أرباع. الكلام اللي قوله نفذ من سكات. فهمان يا بنت علام ولا فاهمك؟ أوامرك يا سيد الناس.
وريني انك مبسوطه. يعني مش مبسوطه قوي. مش مبسوطه قوي؟ مش حل لو ما بقالناش اسبوع متجوزين يا سلمى؟ اسبوع بالنسبه لك فاتوا كانهم اسبوع؟ اه. انا بقى بالنسبه لي كانوا يوم. ايه رايك بقى؟ شفت انا احسن منك ازاي؟ اه بتكسفيني. طب ايه رايك بقى ان انا فاتوا عليا كانهم ثواني؟ اشمعنى؟ ساعتي واقفه. ساعتك واقفه يا حسين؟ سلمى. ماشي. ايه يا حبيبتي؟ سلمى. ساعتك واقفه؟ سلمى ما ينفعش كده، الناس بتبص لك. سلمى يا سلمى ما تجرنيش وراك يا مساح. سلمى يا سلمى. سوري سلمى ماي وايف نيو وايف نيو وايف شي ليفت مي اند ران وذ بسكليتا. سلمى يا دي النور يا دي الهني، شقتنا البركه، نورتوا البيت يا اعز نسمه. الحمد لله على السلامه يا سيدي. الله يسلمك يا حكمة. كده برضك تعملي بيتك وانا غايب؟ طب اعملي حساب الغربتي بتناسي أو لبي لغاية ما ترجع ونتحدد. بتجوزك بقبيتك ملكيش غيره. أيوة بس فيه ناس شايفين إن هم أحق مني بالبيت دي. اسمعي يا بنت الناس، ده أنت مرتي وست البيت كله، واللي ما يعجبهو شي الباب يفوت جمل. هاي نجيب رأيك إيه في الكلام دي؟ رأيي؟ لا الرأي رأي سيد جابر، أنا ما تعودتش أكسر له كلمة. يعني موافقة نبقوا حبايب ولا لسه ناوية على الشر؟ لا يا أختي إحنا حبايب، ده أنت فهمتيني غلط. يا ريت أكون فهمانة غلط وظني ما يكونش في محله. خلاص عاد يا حكمة، المسامح كريم يا بنتي، وإحنا برضك أهل. وبرضك مديتهم لحد هنا تسوى كتير قوي يا حكمة. نجيبة حب على راس حكمة، هم أمال أمي لازم تصطفوا مع بعضكم. خلاص صفيانا من غير ما تحب، وجيتكم على راسنا من فوق، احنا ناس بنفهم في الوصول. يعني هترجعي على بيت جوزك؟ بقول خدامه تحت رجليه كمان طالما شاريني وباقي علي. ده انت تتحطي في العين وعلى الراس كمان. ربنا يديم المعروف يا اولاد. وعشان دوام المعروف يا صادق بيه والقلوب تصفى، انا عاوزك تدي حكمة حقها في ورث ابوها. جا من احنا ومن مال ومن ديار؟ ما الحكمة يبقى مالي، واللي يتعدى عليه يبقى بيتعدى علي، وده ما قبلهوش خالص. ياب نتكلموا في الموضوع ده بعدين. براحتك يا صادق بيه، بس لازم تعرف انا ما تعودتش افرط في حقي خالص ولا في حق مرتي. حكمة قومي لمي خلقاتك عشان نروح البيت. امرك يا سيدي. ربنا يخليك لي يا سيدي الرجال، وما يحرمنيش من شدتك وقوتك في الحق. أنا قلت لك لو ليكي حقي فخر الدنيا حجبه لك. إلهي ما يحرمني منك واصل، بس أنا لي عندك طلبة كمان. أؤمري. أخويا محروس عايزاك تحادي عليه وتعلم الشغل معاكم. ومش الشغل دي اللي قلت لي عليه خطر ما عاوزانيش أشتغل واصل؟ انت قلت لي انك كبير ولا ممكن تتضر فيه واصل، عاوزه محروس يكبر واسطيكم. اطمني يا ستي من الليله دي بيجي محروس اخويا صغير غيره. الا بقول لي انت هتسهر مع الرجاله الليله ولا هتاجي بدري؟ لو ما عاوزانيش اطلع واصل ما اطلعش. لا اطلع لهم شوي على ما اجهز نفسي يا عريس. ايوه كده يا عروسه. بقول ايه؟ هاتي حبه. سيدياب انا بستحي. يا سلام يا بنتي يا نجاه، لو ابوك يديني فدان ارض من اللي عنده. كنت هتجندل بيه ايه؟ كنت هعمله مزرعة فراخ ما حصلتش. روح اتردم، ده انت الدهب في يدك بيبقى تراب. اباي انا؟ ايوه انت اللي ما فلحت في شغلانه من ساعه ما اتجوزتك، وكل مشروع تعمله تخرب وتقعد على تله. يا مره